قد سألنا سؤال يعني ونحن نجيب على أسئلة ترد من الحياة العامة التي نعيشها لنصلح هذه الحياة بصحيح ديننا حينما نفقه هذه الأحكام. مولانا في حياتنا رزق بنت، الأسرة رزقت بنت، فالأب قال لا ده أنا الحاجات دي عايز أكتب لها كل اللي عندي ليها. هل الكتابة هنا هي دي الوصية ولا هناك فرق؟ وإذا كان هناك فرق فهل هذا التصرف مقبول شرعا؟ في البداية لا بد أن نفرق ما بين الهبة والوصية. الهبة هي تمليك حال الحياة، يعني وأنا على قيد الحياة أكتب لبنتي شيء وهي وأنا على قيد الحياة وأملكها هذا الشيء، هذه اسمها هبة. ولكن إذا قلت أو كتبت أن لابنتي فلانة كذا وكذا بعد وفاتي، كلمة بعد وفاتي هذه خلاص تحيلها إلى وصية. أيوة. الهبة لها أحكام والوصية لها أحكام. الهبة غير مقيدة بشيء من التركة، يعني ليست مقيدة بشيء من الأموال. الهبة مفتوحة، من الممكن ومن الجائز أن يهب أي شخص كل أملاكه لأي شخص آخر. يعني كلمة أكتب دي داخلة في طريق الهبة. نعم. في عنوان كبير اسمه الهبة. نعم. طيب لو أوصى، لا يبقى لازم يوصي في حدود ثلث التركة ولا يزيد عن الثلث. طيب وإن زاد عن الثلث يكون بإجازة الورثة. طيب هو عاوز يكتب لبنته وهو على قيد الحياة بدعوى أنها ابنته الوحيدة وأنه يريد أن تكون كل أملاكه لهذه البنت. في الحقيقة هو ما دام على قيد الحياة من حقه أن يتصرف كيف يشاء، ولكن أيضا لها ضوابط. إيه هي الضوابط؟ ألا تنطوي نيته على حرمان الورثة من هذا المال. إذا انطوت نيته على حرمان الورثة من هذا المال وتصرف حتى ولو بطريق الهبة، ولكنه ما يقصد وما ينوي أبدا بهذا التصرف إلا ألا تكون له أملاك عند وفاته حتى يحرم الورثة من هذه الأموال، هذه النية فاسدة. ويجب عليه أن يصحح هذه النية، يصححها. أيوة بس إيه النقطة بقى؟ إزاي يصححها؟ يصححها بنية صالحة، يصححها بنية الهبة حتى يعني يمتع أولاده، يمتع بناته بأمواله فيعيشون عيشة كريمة بعد وفاته. أيوة. الحقيقة كمان ما ينبغي له أن يكتب كل أملاكه لابنته أو لبناته حتى يعني يكون كل المال للبنات، وإنما يجب لا مانع أن يهب ولكن يترك شيء يورث عنه. أيوة. حتى يتمتع ورثته أيضا من بعده بهذه الأموال. فمثلا إذا ما كان عنده أموال فيكتب شيء لابنته هذه وشيء لابنته هذه، ثم يترك من أمواله ومن تركته شيء حتى يورث من بعده. فإذا ما ترك شيئا وورثه الورثة من بعده كان شيئا طيبا في حقه حتى يدعو له الورثة بالرحمة والمغفرة، وأنه ما بدد أمواله وإنما ترك لنا شيئا نرثه من بعده. فإذا ما انتفع الورثة بهذا المال كان شيئا حسنا في حقه بأن يدعو له الورثة بعد وفاته بأنهم قد انتفعوا بهذا المال وقد نالهم منه خيرا كثيرا بعد الوفاة. مولانا يمكن في هذا الامر في حال التواصل وحال الـ ممكن يكون هناك سؤال في اتجاه اخر. طيب هذا الرجل الذي سيتوفى رغم لن يترك تركه او ميراثا، في هذه الحال اولئك الذين سوف يرثون او كانوا سيرثون فيه هم الذين سيتحملون يعني مؤونه الاب بناته وهذا الحال او هذه الظروف الخاصه بالنسبه لبناته، اليس هنا نوع من انواع التوازن الذي يحدثه الشرع بهذا الشكل الجميل والرائع؟ صحيح، لان الغرم بالغرم، كما انه يعني له ان يوصي وله ان يفعل كذا وله ان يفعل كذا، فكذلك إذا ما توفي وليس له تركة، من الذي كان سيتحمل مؤونته؟ سيتحمل مؤونته أقاربه، أقاربه هؤلاء هم من كانوا الأحق بهذا الميراث. طيب إذا كان له بنات، أيوة، يعني وله تركة، وهذه التركة قد كتبت كلها في حياته للبنات، لو على الجانب الآخر تصورنا أن هذا الرجل فقير، أيوة، ليس له تركة ومات وترك بناته، من الذي كان سيعول هؤلاء البنات؟ أليس هؤلاء التركة يعني أعمام البنات مثلا كان هم من سيعول هؤلاء البنات؟
إذا فلماذا عندما يكون فقيرا أقاربه يعولون بناته، وعندما يكون غنيا يظن بأمواله ويكتبها كلها للبنات ويترك ورثته لا ينتفعون شيئا من تركته بعد وفاته؟ هذا هو شرعنا الجميل الراعي، هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم.